هم كانوا عارفين انك عامل عملية ولا لا؟ عارفين. عارفين؟ طبعا عارفين، ولكن انا الحمد لله عدت على خير. سيبك من التسويق للعملية وان انا ما هي عدت، عدت على خير ومفيش اي حاجة حصلت فيا. انا بطمن الناس كلها، بقول لهم بجد الموضوع كان اوفر جدا. لا 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 هقف هنا اشوف بقى منزل لي كلام لو سمحت، كلام الدكتور أسامة. تمام. طبيب محمد فؤادي يهاجم برنامج رامز جلال ويحمله مسؤولية تدهور حالة فقش، اسعاد الجمهور اهم من يعني البني ادمين. يعني مش عايز اقول، بس دكتور أسامة من حقه ان هو يخاف على مريض عنده او حد. ايوه، لانه انت هتجيب له مصيبه. من حقه جدا جدا. ان انا طمنت الدكتور اسامه وقلت له انا تمام، مفيش اي حاجه، تمام جدا. ومش عارف ليه الموضوع يعني كان فيه وصل لبيان وحاجات كده. انا يعني قلت للدكتور اسامه ستوب، انا مفيش حاجه وبطمنك ان انا تمام كويس جدا. ورامز لا يمكن يكون قاصد اذيه بالشكل ده. ممكن تتاذي عند رامز من، يعني هقول لك على حاجه في الاوضه دي، حاجه انا دراعي كان هيتكسر من حاجه، ان اللي حاطينه سفنج ده تحتيه خشب مش بالبعد اللي هو ممكن يستحمل صدمه انه يحميك. ما تحسيش لازم ما تحسيش، ما توصليش للخشب. انا دراعي كان هيتكسر واتخدش. انت جبته لنفسك واتخدشت، انت اللي وافقت. المهم، بس المهم اللي انا اقصده ان انا مش عشان الموني. يعني عشان الماني، يعني عشان كلمه الماني. كلمه مش حلوه دي خالص. لا الله، مش دي الحقيقه. انت بتاخدي فلوس في البرامج وكله. أيوة. كلنا بناخد فلوس. ما علينا بس من ده. انت رحت ليه طيب؟ رحت وهروح له تاني. ليه؟ بص، الهجوم على رامز انا ما اقبلوش. مفيش هجوم من الاخر. مفيش يعني هجوم. يعني حته بس انا بهجم، انا هجومي عليك. اديني انت اديني فرصه اتكلم. اديني فرصه. ما تلزقهاش في رامز. لا مش ما تقلبش كلامي. انا لقيت الناس خلاص يعني سكاكين الدنيا على الولد ومحمد. خلي بالك، ما يعني السوشيال ميديا بقت دلوقتي فيها سم قاتل. يعني كل واحد عمال يفتي براحته، وعمال في اللي خايف عليك بجد، وفي اللي عمال يفتي فيها كلام. رامز ابني وحبيبي، واي نجاح ليه؟ بنحبك وخايفين واي عليك. نجاح انا على راسي والله. والدكتور هنا كان خايف على عليك. على راسي بس انا طمنت خلاص يا دكتور اسامه، انتهى. ما كله يعني كله هيبان بشكل عكسي، اكن محمد فؤاد بيقول للبرنامج والنبي انا تعورت. فيعني طيب هتروح في حته تانية ملهاش اي لازمه خالص.